بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي الف مليون مبروك يا اسطى على ايه؟ لا على فوز المنتخب المغربي بكاس الامم الافريقيه لكره القدم الشتويه. بص يا عزيزي، هما بيقولوا في روايه احدهم ان لا مؤاخذه يعني الالعاب الافريقيه، بس احنا معلش هنسميها كاس الامم الافريقيه. العاب افريقيه كاس امم افريقيه مش فارقه كتير يا اسطى، المهم النتيجه واحده وهي فوز المنتخب المغربي على المنتخب السنغالي. مش المنتخب السنغالي ده اللي كسب مصر النسخه اللي فاتت بضربات الجزاء؟ هو يا اسطى. طب معلش في منتخب مصر؟ لا معلش احنا ما كناش فاضيين. لا مؤاخذه يعني قال لك ان احنا توفير النفقات، اتحاد الكره المصري اعلن برئاسه جمال علام ان احنا مش هنسافر توفير النفقات. حسبي الله ونعم الوكيل. في الوقت ده الاتحاد المغربي لكره القدم كان بيحاول ان هو يدعم منتخب المغرب لكره القدم الشاطئيه. يا اسطى، فرع كره القدم الشاطئيه تابع للجامعه الملكيه المغربيه. وشوف كلام عمر شيله المدير الفني للمنتخب المغربي للكره الشاطئيه وهو بيشكر فوزي لكجع على الوقفه اللي وقفها معاهم، وانت هتفهم يا اسطى ان انا بهبتش. المنتخب المغربي قدر ياخد طرنه من المنتخب السنغالي ويفوز عليهم بضربات الجزاء، اللي هو يا جدع اخيرا يا جدع اخيرا لقيت حد بيكسب السنغال بضربات الجزاء. معلش انا قلت قبل كده ان المغاربه ملوك ضربات الجزاء، الحمد لله رب العالمين رشقت المره دي وضربت كمان حتى في الكره الشاطئيه. تحيه كبيره لحارس المنتخب المغربي اللي انا ما اعرفوش وللاسف الشديد، دورت على فيديوهات ما لقيتش الا ناقلين الاحتفالات بس، مش عارف ليه ما جابوش ضربات الجزاء. ولكن المهم عزيزي ان المنتخب المغربي قدر يفوز على المنتخب السنغالي 5-4 بضربات الجزاء، وده بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 3-3. طب والبطوله دي يعني هدفها ايه؟ لا هدفها ان اللي هيكسبها والوسيط بتاعه هيروح كاس عالم. الاول والثاني رايحين كاس عالم، هو المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي رايحين كاس عالم لكره القدم الشاطئيه، وده هيتلعب في اندونيسيا. هو مش عارف يا صاحبي بيقول لك في شهر غشت المقبل، انا مش عارف بصراحه شهر غشت ده اللي هو شهر كام لا مؤاخذه عندنا. بعد الوصول يوم امس للمباراه النهائيه اللي هو اول امبارح، بيقول لك اجريت الالعاب الافريقيه بمدينه الحمامات التونسيه وتفوق المنتخب المغربي على كل من تنزانيا وليبيا وكينيا في طريقه الى المقابله النهائيه. الف مليون مبروك للمنتخب المغربي. طبعا يا اسطى الف مليون مبروك للمنتخب المغربي، فوز مستحق. والله يا اسطى اكيد طالما كسب البطوله يبقى فوز مستحق، وطالما وصل النهائي يبقى فوز مستحق، واهم حاجه طالما كسبوا السنغال يبقى فوز مستحق وزياده يا عزيزي. فالف مليون مبروك للمنتخب المغربي لكره القدم الشاطئيه، وان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح دايما وابدا بالنسبه للرياضه المغربيه. مهما اتفقنا مع بعض الناس واختلفنا مع بعض الناس، لكن دايما وابدا ما بنتمناش المشاكل للرياضه العربيه علشان خاطر نبان ان احنا يعني مش عارف، يعني ما بحبش الكلام ده، ما بحبش حد يفشل عشان خاطر نبان ان احنا بنفهم. طب ايه علاقه ان احنا بنفهم ان هو نجح؟ مش عارف والله، يعني ايه علاقه ان احنا حد نجح لازم نفشله؟ مش عارف، انا ما بحبش انا الفلسفه الكذابه دي. بص يا صاحبي، المهم ان الصوره دي فيها لعيب مغربي اول حرف من اسمه نايف فقرات، هتلاقيه مستخبي وعامل على علامه حمراء اهو. كل فيديو يلاقي حد في الصوره تحت في المحنكين يقول الصوره ما فيهاش حد مغربي. انا هقطع الصوره دي وهشيل دماغي مني ودماغ صلاح واخليهم معايا تحت. لو عجبك الفيديو ممكن تشترك في القناه، ما عجبكش رأيك واحترم يا اسطى. في الحالتين الف مليون مبروك على فوز المنتخب المغربي لكره القدم الشاطئيه. على فكره الفرقه دي لا مؤاخذه يعني بقى لها سنين بتوصل بطولات وبتوصل ادوار متقدمه، ولكن كان عندها سوء حظ لا مؤاخذه لما شافوا ان احنا نغير عتبه ونجيب مدرب سنغالي. يا اسطى عمر شيله ده سنغالي لا مؤاخذه، اللي هو لا يفل الحديد الا الحديد، جبنا له مدرب سنغالي وكسبناهم بضربات الجزاء، اللي هو تكبير يا اولاد.